لنبدأ بمراجعة سريعة للأرقام مع تتمة لها صفر بير اكي أوتش درت بيش آلت يدي سكيز دوكوز اون يرمي 30 40 50 60 70 80 90 واخذنا طريقه ترتيبها 11 اليوم سناخذ كلمه 100 تاني 100 كلمه 100 تاني يوز 1000 تاني, تاني بين كلمه عشرة ألاف تعني عشرة و إذا عشرة تعني أون و ألف تعني بين، إذا عشرون ألف، عشرون تعني يرمي و ألف تعني بين، يرمي بين تعني عشرون ألف وهكذا، مئة ألف، مئة تعني يوز و ألف تعني بين. كيف كيفما نقرأ نكتب يوز بين مئة ألف. وكلمة مليون كلمة عالمية تعني مليون لنأخذ بعض الأمثلة الرقم مائة وعشرون إذا مائة تعني يوز وعشرون تعني يرمي إذا يوز يرمي الرقم الثاني ثلاثمائة وخمسون وستة وخمسون ثلاث مئة تاني ثلاث مئة خمسون ستة هكذا نقرأها ثلاث مئة ثلاث مئة خمسون ستة ايش يوز ايش يوز ثلاث مئة اللي خمسون ألت ستة ألف خمسمائة تسعون ثمانية بين ألف 500 خمسمائة دوكسان تسعون سكيز ثمانية وهكذا الأرقام ألف تسعمائة تسعون بين ألف 900 تسعون سكيز ثمانية من دوكوزيوز دوكسان سكيز لنكمل ألفان يعني اثنين ألف واثنان لنلاحظ إكي بن تعني ألفان إكي اثنان خمسة ألاف وخمسمائة خمسة ألف خمسمائة باش بين باش يوز خمسة ألف خمسة مئة لنبدأ بالرقم الطويل لنبدأ عشرون واحد ألف ثلاثمائة أربعون أربعة يرمي بير واحد وعشرون ألف يرمي بير بين ألف أتشوز ثلاثمائة كرك أربعون دورت أربعة لنعيد يوزيرمي مئة وعشرون أوتيوز إلي ألت سلاسمئة وست وخمسون بين باشيوز دوكسان سكيز ألف وخمسمائة وثمانية وتسعون بين دوكوزيوز دوكسان سكيز ألف وتسعمائة وثمانية وتسعون إكي بين إكي ألفان واثنان باش بين بش خمسه الاف وخمسمائه يرمي بير بين اوتيوز كركدورت واحد وعشرون الف وثلاثمائه واربعون واربعون ننتقل الان للتعرف على الضمائر الشخصيه بن انا سن انت او تعني هو او هي للعاقل أو لغير العاقل ضمائر اللغة التركية بسيطة جدا ليست كالعربية أو كالإنجليزية بن سن أو للضمير المفرد أنا أنت هو أو هي عاقل أم غير عاقل أما الضمائر فهي الضمائر للجمع فهي بيز تعني نحن جمع أنا سيز تعني انتم جمع لكلمه انت اونلار تعني هم جمع لكلمه هو او هي إذا بن جمعها بيز سن جمعها سيز او جمعها اونلار لنعد لنكرر بن سن او بيز سيز اونلار لنعد لقاعده الصوتيات قسمنا الاحرف الصوتيه الثمانيه الى قسمين وهكذا اصبحت لدينا قاعده الصوت الثنائي والتي اخذنا بها اربعه احرف ثقيله رائدها الا واربعه احرف خفيفه رائدها A سوف نرمز لهذا الرمز لهذه القاعده بهذا الرمز نرمز لهذه القاعده بهذا الرمز. الرمز هو A. A فوقه إشارة نصف دائرية تعني إنه متحرك. يمكن أن يكون A ويمكن أن يكون A حسب تلك القاعدة. إن أتى آخر حرف صوتي في الكلمة ثقيل نضيف أ وإن أتى آخر حرف صوتي في الكلمة خفيف مخفف نحط نضع أ إذا رمزنا لهذه القاعدة بهذا الرمز لا تنسوا أ دائري أما قاعدة الصوت الرباعي التي قسمنا بها الأحرف الصوتية الثمانية إلى أربعة أقسام وكل قسم بحرفان لنكرر هما A, ا رائد هو ا اي e, الرائد هو اي او او الرائد هو او ا او الرائد هو او سوف نرمز لهذا المتحرك الرباعي بهذا الرمز ا وفوقه شكل نصف دائري اي متحرك اذا عندما نضع بقاعده الحرف أ متحرك يجب أن نفهم فورا أنه إما أ أو أ سنائي أما إذا وضعنا هذا الرمز أ متحرك فإنه سوف نذكر فورا قاعدة الصوت الرباعي هذه القاعدة كما نوهنا سابقا هذه القاعدتين هي أهم قواعد اللغة التركية وأساسها لنبدأ بقاعدة الجملة الاسمية البسيطة قاعده الجمله الاسميه تتالف من الضمير زائد الصفه او الاسم زائد ملحق الضمير لكل ضمير له ملحق يجب ان ندرسه الضمير بن الصفه اي كما اخذناه سابقا نصل سنز ايز نصل سن بن ايم انا بخير إيه تعني الخير بن اي ملحق الضمير للضمير بن هو رباعي الرمز الذي تحدثنا عنه سابقا زائد م الرباعي هو ننظر الى اخر حرف صوتي في الكلمه ونضع ما يناسبه من قاعده الحروف الصوتيه التي قسمناها الى اربعه اقسام كل قسم به حرفان الضمير سن ملحق ضميره هو س رباعي ن اي سن او لا ياخذ ليس له اي ملحق او اي تعني هو بخير لنبدا بالبدايه بن اي انا بخير سن اي سن انت بخير او اي هو بخير لنكمل الضمائر بيز ملحقه رباعي زائد زي والسيز ملحقه سي رباعي ن رباعي زي أي نصل سنز بيز إييز سنز نصل سنز بيز إييز هذا هو الملحق ولا يتغير أبدا في الجملة الإسمية البسيطة اون لار نضع لها ملحق ملحقها هو ل زائد اي متحركه طبعا اي متحركه هذا الرمز يعني انها صوتيان فقط ا او اي هذه قاعده الجمع نفسها لار اند زائد لير لير او لار لننظر الى اخر حرف صوتي في الكلمه هو اي مخفف اي رائده هو اي إذن أنلار إي لير لنأخذها بشكل مفصل بن إي إي نظرنا إلى آخر حرف صوتي هو حرف صوتي مخفف إذن نستبدل الرباعي بحرف صوتي مخفف حسب قاعدة الأحرف الصوتية إي يأخذ إي إذن بن إي إم سن إي سن او اي بيز اي طبعا في كل الح في كل الحالات بدلنا الحرف الرباعي بالحرف الذي يناسبه باخر حرف صوتي في الكلمه اي او اي بيز اي يز سيز اي سينيز اون لار اي لار طبعا كلكم تساءلتم عن سبب وجود هذا الحرف ي لننظر انه فقط موجود في حاله pan وحالة بيز. لننظر إلى آخر حرف صوتي في الكلمة. لننظر إلى آخر حرف في الكلمة هو حرف صوتي. وهنا حرف صوتي في الملحق. لا يجوز في اللغة التركية التقاء حرفين صوتيان. لن نستطيع أن نقول بن إييم، يم هناك خلل. إذا سوف نضع حرف الحماية ي. أول حرف حماية نأخذه الآن هو ي. إذا التقى حرفان صوتيان في اللغة التركية نضع بينهما ي بن إيم بيز ييز إي فقط في البن والبيز السبب هو أن الملحق في ضمير بن وضمير بيز ابتدأ بحرف صوتي ضمير سن لم يبتدأ ابتدأ بسن ضمير او لا يوجد ضمير سيس ابتدا ب سي ضمير اون لا ابتدا ب لي مجددا بن ايم سن ايسن او اي بيز ايز سيز اي سينيز اون لار اي لر